السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا بجزء تشتي، بس حبيت أعطي الجزء الثاني عن الإمساك، راح يكون إن شاء الله بإذن الله مفيد. حب أذكر إن النصائح اللي بنعطيها نصائح عامة، بدك تأخذ فيها خذ فيها، بدكش تأخذ فيها أنت حر. إحنا بنحكي بشكل عام، ما بنفرض عليك إشي. الشغلة الثانية، إحنا بنتكلم بشكل أساسي عن الناس اللي عندهم إمساك مزمن غير ناتج عن مرض معروف، يعني مش من سرطان، ما في مشاكل واضحة عضوية، إنما قد تكون مشاكل وظيفية زي ما سولفنا بالجزء الأول. المهم، أول إشي بدي أحب أذكر بالوضعية اللي ذكرناها، إن أنت بتقعد ترفع رجليك تطمن، وقلنا لجماعة اللي عندهم إمساك مزمن يروحوا كل يوم بعد أول وجبة في اليوم، يعني وجبة الفطور أو أول وجبة بتكون باليوم، إذا بصحى من النوع اللي بصحى متأخر، يعني يروح يقعد بالحمام جلكم الله، ويحاول يضغط من خلال بطنه. أنا ما أعطيتش التفصيل. اللي بروح بقعد القعدة هاي، خاصة الإمساك المزمن إحنا بنسولف، يقعد يرفع رجليه وينزل راسه شوي وينفخ بطنه، يعني حاول تعمل زي كأنك تشعر انه قاعد بتنفخ كرشك شوية، وبنفس الوقت تكون تتنفس طبيعي، يعني ما تحبس نفسك. اذا حبست نفسك فالعملية كلياتها مش مزبوطة، بدك تكون تتنفس طبيعي. هاي واحد. الشغلة الثانية، بطنك يكون عامل زي كأنك بتخلق نوع من الضغط جوا بنفخة البطن، وبعدين بتصير تشعر بالدفع الداخلي، وكأنه بيجي من البطن مش من الصدر مثلا، بيجي من البطن، بتصير عملية الدفع داخل البطن من الضغط اللي انت كونته، تشعر هذا شعور انت بتشعره، انا ما بقدر اوصل لك اياه اكثر من هيك. تنفخ البطن، تشعر انه في ضغط، وبعدين بتصير عملية الدفع تشعر فيها أنت أخي المواطن أو المواطنة، تشعر فيها من البطن، وبتصير كأنه هيك، بتصير عملية كأنه، يعني شو بدي أقول لك، زي الأسانسير، بتصير تشوف بنزل هيك، بنزل بنزل، هذا عملية الضغط، ونفسك طبيعي. إذا حبست نفسك فأنت قاعد بتجهز حالك لعملية الشد اللي بسموها بالإنجليزي سترين، هاي ما بدنا إياها. فتكون تنفس طبيعي، الضغط داخل البطن وبتشعر فيه كأنه بنزل هيك، الضغط بعمل على عشان يساعدك على عملية الإخراج. هاي مهمة جدا. الجماعة اللي عندهم إمساك مزمن بنصحهم مرة ثانية يروحوا كل يوم بعد أول وجبة يقعد له بالحمام، حتى لو مش شاعر إنه بدرو على الإخراج، يقعد له يعني ماكسيمم نص ساعة، أكثر من هيك ما يطول. حتى لو أنت في الأيام العادية شعرت أنك تخرج ورحت وقعدت نص ساعة ومش ضابطة معك الأمور، عادي، لا يصير عندك ضغط نفسي، اترك المسألة وروح ثاني يوم. هسه بننتقل لموضوع ثاني من هاي الحلقة. هسه يا بعد قلبي نيجي على الأكل. طبعا موضوع الأكل في الإمساك أنا ما بقول لك أنه مش مهم، مهم، بس احذر شو المهم عندي. المهم عندي أول شيء إنك تأكل 3 وجبات باليوم، إذا بتقدر تأكل 5 مليح، بس خلي عندك وجبات منتظمة إذا بتقدر. أهم واحد فيهن، صدق أو لا تصدق، وجبة الفطور. وجبة الفطور مهمة جدا. الأمعاء والقولون خلال الليل خلال النوم بكون شبه نايمات معاكم درويخات، لما تأكل أول وجبة بتصحيهم، بصير إن يتحركن، بقولن يلا ها خلينا نشتغل شغلنا، هذا هو الوقت المناسب إنك تروح على الحمام. لجليك بنقول لك روح اعمل التمرين بعد وجبة الفطور. أهم شيء وجبات، وجبات منتظمة. هسه بيقول واحد شو اسمه، طيب والألياف وما ألياف ومش عارف شو، والله هاي سلافة الألياف، يعني سلافة سلافة،
في واحد بيقول لك مثلا التين بزبط 100%، الزبيب، الخس، الكذا. صحيح ممكن يزبط، أنا مع يعني لا حداش فهمني غلط، الألياف كويسة، بس الناس اللي عندهم إمساك مزمن هاي الألياف تعمل لهم انفاخ وجع بالبطن، وبالتالي قد ينصح المعالج انه خفف من الالياف، خفف. صدق ولا ما بصدق؟ خفف. معاك خبر يا قلبي يلي معاك امساك مزمن، انه العلاجات متنوعة، ولكن المعالجين طبعا بعد ما يكون نثبت او يثبتوا الجماعة اللي بتمعالجوك انه ما فيش معاك اشي عضوي، ما فيش مرض معين بسبب الامساك، ما فيش ادوية بتاخذها بتسبب الامساك، بعض الادوية بتاخذها انت بتسبب الامساك زي تعات ادويات ادوية الوجع، واذا ما طلعش معاك اشي زي هيك انت جماعة الامساك المزمن، في علاجات ثانية من ضمنها جراحية بس هاي نادرة، والمعالجون بشكل عام يعني ما بيحبوا يروحوا للاختيار هذا. العرب الفصيح شو بيساوي؟ بيجيبوا بيجعوا هالقولون، ارجع للفيديو الاولاني، القولون هذا قلنا فائدته انه بمتص السوائل والاملاح من الفضلات، فهم شو بيساوي؟ هم بيجوا بيشيلوا جزء من القولون او مرات بيشيلوه كله، فبصير الفضلات ايش؟ رخوة، لانه المية بتبطل تمتص منها لانه جزء او جزء القولون او كل القولون بيشيلوا. هذا حل بس حالات نادرة. طبعا كان يمر علينا حالات بشغلنا مسكين او المسكينة بعد ما يشيل القولون تصير السلافة عكسية، بدل ما يصير امساك يصير اسهال وبطل يقضب او تبطل تقضب احالها، تخيل. هذا بينك وبين طبيبك الجراح، بس انا حبيت اذكر لك النقطة هاي معلومة فقط. في خيارات ثانية، في ناس بقول لك طيب انا سمعت عن اللي بنظفوا القولون، عملية تنظيف القولون، بيعملوا تنظيف بالسوائل وبمواد معينة، في عيادات بتنظف قولون، عليها ابحاث وعليها شغلات، ما فيش يعني اخر مرة انا متذكر لما كنت اشتغل الشغل هاي ما فيش بحث بقول لك مع او ضد، او ما فيش حتى ابحاث زي العالم والناس عليها، فانت وخيارك. شغلتها الوحيدة انه ممكن تعمل مرات بسموها بيرفوريشن للقولون، ممكن يعني تعمل لك دمج، ممكن تسبب لك مشكلة، ولكن انت حر. ولمعلوماتك مرات شو اللي بصير؟ بصير انه داخل القولون بتصير بسموه فيكل امباكشن، تجمع الفضلات بتصير زي الحجر، بتبطل الامور خلاص. معك خبر هذول طبعا حالات نادرة مش كثير، يعني تفوتوا على العمليات بنظفوا القولون تحت التخدير الكامل للجسم. والله المهم انا مشان اختصر عليك الموضوع، الموضوع الامساك المزمن سلاثة بدها صبر، وبينصح المعالج انه تتبع الاشياء كما ذكرنا بالفيديو الاول وانتقلنا للفيديو الثاني هذا، تبلش بالشغلات البسيطة، بالوضعية، بالتدريب، توقيف الملينات عن طريق الفم قدر الامكان، مع انه في دواء اسمه فايبوجل ينصح المعالجين فيه او المعالجون بنصحوا بالفايبوجل بدل الملينات الثانية إذا كان ضروري، يفضل توقيف الملينات عن طريق الفم، إذا احتاج شيء فبتأخذ شيء عن طريق فتحة الشرج اللي هو تحاميل أو فوسفيت إنما أو حتى مية فاترة بعلبة الفوسفيت نفسها، التدريب المستمر، الوجبات المنتظمة، وأهم شيء وجبة الفطور. حاول إذا رحت عملت التدريب ما تشدش، إذا كان في عملي عندك شعور بالإخراج بدك تخرج ما زبطتش معاك الأمور ما يصير عندك ضغط نفسي، وقف ارجع حاول بعدين، يا بنفس اليوم بعد وجبة ثانية أو ثاني يوم بعد وجبة الفطور. هذا الشد ما فيش، حاول تعمل
الطريقة الصحيحة في عملية الإخراج. والله يوفق، وألف سلامة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.